اليوم اللي لاحظوه يعني ما نحكيش على كاب فير اللي انا متفرج فيه، مي موريتانيا مالاوي وماتش ساوتومي. اليوم فوضى تكتيكية منظمة في المنتخب الوطني التونسي، كل ماتش سجال القادري يهبط لنا تشكيلة. سجال القادري قاعد يعبث بأهم مثلث في كرة قدم اللي هو مثلث وسط الميدان. كما هو معلوم كرة قدم تعتمد على لو سيستيم تريونجل، أهم تريونجل هو لو تريونجل بتاع وسط الميدان. شوفوا مباراة ساوتومي يلعب بمثلث وسط الميدان اللي هما سخيري عيدوني ومعاهم رفيع. من بعد يلعب بسخيري وعيدوني ومعاهم فرجاني ساسي. كونتر موريتانيا يلعب بسخيري وعيدوني ومعاهم بن رمضان. كما هو معلوم تو الكره سهله، الناس كلها لعبت الكره. الوسط يتلعب افيك دو سيس اي ان ديس، يتلعب افيك ان سيس اي دو ويت. سخيري وعيدوني نعرفهم الناس الكل سي دو سيس دو بيفو سنتينيل. وهذا وجاوب عليه وبربي حمدي حاول فسر اكثر ببساطه، لانه ديما ناخذ بعين الاعتبار والناس والكلاب موجه الناس كلها ناخذ بعين الاعتبار. الناس اللي ما تفهمش برشا في الكواليس نتاع التكتيك وفازت هذوما نحاولوا نبسطوا لهم اكثر. به على مستوى اجابه جلال القادري سخير العدوني قال لك شنو المشكل؟ ينجموا يلعبوا مع بعض، ينجموا يلعبوا مع بعضهم مي اكونديسيون تلعب معهم ان ريجيسور ان نيميرو 10. اليوم في تونس ما عندناش ان نيميرو 10. دونك اليوم سخيري وعيدوني نتفق معاك في المباريات الكبرى مع المنتخبات اللي اقوى منا باش تلعب سيستيم ديفونسيف، اوكي نمشي معاك سخيري وعيدوني تهبط الفكاك. ولكن مع فريق او منتخب اضعف منك مصنف 150 او 140 عالميا، هوني نقاط يعني استفهام. سواء تهبط سخيري وعيدوني معاهم النيميرو 10، سواء تهبط او سخيري وعيدوني ومعاهم دو ويت. اليوم في المنتخب الوطني التونسي عندنا دو ويت اللي هما رفيعه حمزه رفيعه وبن سليمان. بن سليمان يلعب مع شيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز، اقوى دوري في العالم. رفيع يلعب في الكالشو ثاني اقوى دوري في العالم، يلعب زاده في وسط الميدان. هذيك علاش البارح النتيجه تغيرت رغم تفرجناش في الماتش، ولكن 12 دقيقه كانت كافيه باش المنتخب الوطني التونسي يفتتح النتيجه عن طريق العاشوري. اللي تغير هو ولات فما انيماسيون اوفنسيف. الانيماسيون اوفنسيف لازم الاليات، هذيك علاش احنا رانا لما ننقدوا جلال القادري او الاطار الفني راهو احنا ننقدوه بقلب مفتوح وبنيه صافيه، قصد يعني باش يصلحوا باش من بعد وقت يجد الجد نلقاو رواحنا حاضرين. المباراه الاخيره صلح يعني بارابور على المباريات الفارتين الاخرين موريتانيا ساوتومي مالاوي صلح. كي هبط دو ويت اي ان سيس شفنا يعني النتيجه تبعت وسجلنا هدف وسيطرنا حسب يعني شهود عيان، سيطرنا بالطول والعرض وخلقنا برشا فرص. كيف كيف في الشوط الثاني لونتام زاد كانت ممتازه، يوسف المساكني سجل الهدف الثاني، يعني ربحنا المنتخب الوطني التونسي ربح باريحيه. اش نحب نقول اليوم يلزمنا نقولوا وما يلزمناش نغطوا يعني عين الشمس بالغربال. اليوم جلال القادري يلزمه يستقر خاصه يعني على وسط الميدان، على ثلاثي وسط الميدان، ويلزمه يستقر على ثلاثي يعني الهجوم. اليوم في الهجوم في الآونة الأخيرة قاعد يعتمد على جويني، قاعد يعتمد على الخنيسي، ودرنيير مو عايت السيف الجزيري. شفنا في المباريات الكل لا إضافة، زيرو هدف زيرو أسيست، ما همش قايمين بالأدوار بتاعهم. لماذا؟ لأنه النيفو مع المنتخب يطلع، لو نيفو بتاع المنتخب الوطني مع المنتخبات سي بلو. لهنا نحكيو على مباريات نتاع منتخب نتاع البطولة الوطنية اللي هي مصنفة 108 عالمية. دونك باش يطلع نيفو لو جوار يعني لو جوار المحلي باش يولي لك نقطة ضعف. هذاك علاش يلزمنا اليوم نعتمدوا على الطيف، نعتمدوا على العاشوري، وكذلك نعتمدوا على المساكني. أنا كنت نحبذ أنه يعيط لعلي يوسف اللاعب في الدوري السويدي، لأنه تسعة رقم تسعة يعني صناعي ويلعب في أوروبا ويسجل في الأهداف، عمر العيوني زاد، لكن هو الاختيارات نتاعو كانت هكا لعديد الأسباب. يشرح كما نقولوا نحن يصعب شرحها توا نجاوب بليتار. الموجود توا بالنسبه لي انا حراسه المرمى بالنسبه لي انا بشير بن سعيد ما يقنعنيش،
لانه في الماتش والثلاثه يعني راهو فنحكي فنيا راهو مانيش نحكي انا راني لاني ننتمي للفريق هذايا ولا ننتمي للفريق انا ننتمي للمنتخب الوطني التونسي وللراية الوطنية وبالنسبة لي أنا كلهم كيف كيف لما نتفرج في حراس المرمى اليوم معز حسن قاعد يعدي في يعني مباريات كبيرة حتى على مستوى الإحصائيات يعني 90% من الكرات نتاعو كلها صحيحة يعني في الرولونس إلي بون شنو هي هو المدرب المدرب فكر راهو اسكو باش يبني لعب يعني من الخلف اسكو باش يستعمل حارس مرمى في بناء اللعب بشير بن سعيد شفناه يعني الماتش كونتر ساوتو مي لي رولونس كل نتاعو غلطين لي رولونس كل نتاعو غلطين معز حسن نعرفوه الناس كل اللي يلعب يعني بيان بالبي دونك لي رولونس نتاعو صحاح كذلك نسبه التصديات في البطوله الوطنيه 87% يعني نسبه تصديات عاليه تاع معز حسن في النادي الافريقي قاعد يورينا في علو كعب وقاعد كل ماتش يعمل 3 4 بارات دونك ماتش اليابان كذلك هما طيشوه ماتش اليابان ماتش صعيب اللي كانوا متخوفين بعد الـ يعني الـ النتيجه العريضه اللي كونتر يعني كوريا الجنوبيه جاء ماتش اليابان بن سعيد هرب ودحمان هرب حطوا معز حسن في الواجهه شو هرب حمدي هرب مش هرب هرب قرار فني هرب هنكمل انا وبعد مسج كمل فكرتي للاخر كمل فكرتي للاخر ما نطولوش حمدي هذا مش فكره هذا لا فكرتي هذه فكرتي انا فنيا انا شفت تبعت هبطت على صفحتي انا هبطت على صفحتي انا كنت هبطت على صفحتي خليه يكمل من بعد انت عندك الحق في التصديات نتاع معز حسن واللعب الساقي تاع معز حسن وهبط زاد الماتشات الاخرانيين يعني السلبيات نتاع بشير بن سعيد اليوم على مستوى حراس المرمى انا نرى انه شخصيا معز حسن يستحق هو النمبر 1 ويستحق باش يكون الحارس الاول في المنتخب الوطني التونسي على اليمين بدون شك الناس كلها يعني مشيت مع كشريدة نمشيو مع كشريدة ولكن في الحالة الدفاعية لما يكون الفريق أقوى منك نمشي مع يان فاليري نمشي ونبدأ بكشريدة في وسط الدفاع اليوم الطالبي شفتوا يعني ماتش موريتاني ليرو لوس تاعو كل غلطين ما فهمتش علاش مي الطالبي ماهوش الطالبي اللي نعرفوه مرياح يعني ماهوش مرياح اللي متاع السنوات الأخيرة قاعد كيف كيف يمر بفترة فراغ شفنا يعني الفترة بتاع الفراغ اللي في الترجي التونسي أثرت على مردود يعني المنتخب الوطني التونسي على اليسار قدموا شوية أكثر على اليسار ما ناخذهمش لعب بلعب نحكيو على المراكز على اليسار بصفة عامة خاطر تولى أنا بالنسبة لي أنا لما تلعب كونتر فريق أضعف منك راهو علي معلول يكون أنجع لأنه باش تلقاه في الحالة الهجومية لكن علي العابدي شفناه يعني ماتش موريتانيا ما عمل حتى سونتر صحيح دونك وسط الميدان كما قلت تلعب سواء صخيري سواء عيدوني امامهم بن سليمان رفيعه وفي الخط الامامي فما الطيف فما العاشوري فما يوسف المساكن وضح حمدي هذه قراءه على مستوى التشكيله اللي تراها انت انسب للمنتخب الوطني التونسي هذا رايك بعجاله بعجاله بون جوست انا خويا حمدي اول مره نتقابل معاه وشرفني الحضور معاه ونحترم رايه وكذا لكن لا هذاك رايه لا رايه نحترمه لكن شو نحب نقول انا ابن اتحاد الرياضي المونستيري ولد المستير وما جبتش الحراس لاني يعني نحب نكون اكثر موضوعيه في البلاتو هذا ونحب نوصل الفكره بكل موضوعيه ما لا نحاز لا المدرب لا الحارس اتحاد المنسير لا الحارس الى غير ذلك انا ممكن اللي اثار استغرابي شويه في الكلام تاع اخونا حمدي انه سامحني وقبلها مني بكل صدر رحب ومعناها واحد يتكلم لغه ما هيش كنت تاع كرة قدم بالمرة لأنه لما تقول يا خويا هذا يلعب سيس وهذا ويت وهذا ديس اللغة دي وفات من عام السبعينات بربي أنا قدود يا مالك يا خويا عام 83 خذت الباك فيما يخص شنو بالضبط شنو سيس ما عادش فما في البول سيس وويت ديس ما عاد فما اللغة قلت لك عام 83 خذت الباك باش خسر السعيد نعمل في تيست باش نتقبل استاذ تاع الفوتبول الله يرحمه توفى مروان يقعد بعد ما عملنا تيست براتيك يسالنا شنو البوست نتاعك معايا ملاعبي قال له لعب كواترو اش يعمل كواترو قال له غلف على الشريك وعلى تريس وعدو قال له براسك في القهوه مش في القصر الصعيد دونك هذه حاجه لا نحكي كيف قلت لا قلت خنكمل عاد خنكمل يقول جلال القادر يعرف وين شنو نحكي ما عرفت شنو نحكي فما الفنيين يعرفوا وين شنو نحكي يقول جلال القادر يعبث بالوسط الميدان يعبث كلمه كبيره ياسر العبث راهو جلال القادري مدرب وطني سمير هذا رايه هو لا انا وين قاعد نعلق وجلال القادري هو مدرب
الوطن من احسن الادارات يعني في تونس يعني غير بعيد عن لا 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 بالعكس احنا وانا قلت لك حاجه اني جلال قادر ما يجيش مدرب وطني طلع عليه لانه ما يملكش مواصفات المدرب مواصفات المدرب لازم يكون عنده لو فيكو ما عندوش فيكو لازم يكون عنده شخصيه ما عندوش شخصيه لازم عنده شيء ما عندوش شيء عنده كفاءه وطلع عندي في البرو شوف قلت ارسن لويس فان جال تعرفوش لا باش تعرفوش مروان تعرفش لويس فان جال رانا منتخب الهولندي ورانا البايرن دي ميونخ راهو ما دخلش الملعب كل قدام بالمره في حياته كان بسيكياتر عنده كابيني بسيكياتر يمشي عندي عنده مريض نفسانيا وقلق من البسيكاتريه والحراب مش من الدواء مش الى شونجي بريسكومون للدومين وشال فوتبول ومن احسن المدربين الناجحين مورينيو كان كان مترجم المدرب في برشلونه ما هذا مش هذا جا القادري عنده الكفاءه وقاعد يعدي في الكفاءه برو توا احنا ممكن مدربين نعملوا في دوريات استماعات دوريه كل شهرين ثلاثه على عند تنظم جامعه الصيف كره القدم جا القادري عنده اطار فني عنده اطار فني تكتيكي وبدني وعنده سكونابيل يعني التحاليل والتحليل الاداء فعنده عنده معناها قاعد يتبع في اللاعبين فردا منذ سنوات وفي في 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 فرقهم ويبعث لهم في سيكونس دي فيديو دونك دونترمون باش هما بريزومون يخدموا في غاديكا دونك جا القادري قاعد يقوم بخدمه كبيره ودي سيبوه ما قلت مش مدرب هو مدرب منتخب تاعو حاليا نسيبوه يا خويا حاسبهم بعد مي ماذا بينا نكونوا هذا رايي معناها ماذا بينا نختاروا الفاظنا شويه خلينا نستخدم للسيلي مثلا ترانكيل سيل فو بلاي واضح سمير هذا رايك وهذاك راي حمدي هذاك يلزم رايه حمدي عنده كما انت رايك يمشيو مع برشا حمدي رايه بالنسبه للحارس بشير بن سعيد تقريبا اطول حارس اطول من دحمان واطول من فتفوت اطول حارس في الدوله حارس موريتاني علاش نحكي على ثلاثه اللي عندنا دونك اختيار جلال القادر اللي مش باسكيت راسي تلعب ضد موريتانيا 190 شوف الحارس طويل حقيقه لا ما مش معاه هذه يا مروان عنده ده يا مروان عنده الكل متبارك الله باهي 73% دي بيوت ماركي تو في الفوتبول مودرن سي دو باراريان انت سي دو باراريان الحارس المرمى تو اكطويلمون يلعب 75% بسقيه 13% بيديه و 12% براريان دونك الحارس شكون تراه انت مثلا انا قلت لك عاد ما تدخلش في ما غير عاد ما غير اختيار جلال القادري انا مع اختيار جلال القادري ما يكون حارس كيما بشير بن سعيد او بشير بن سعيد او انا مع جلال القادري واختيارات